صاحبي لسه مفيش تعليمات جت، لسه مفيش حاجه حصلت، لسه النهارده اول يوم في التطبيقات، لسه مفيش تعليمات ولا اي حاجه مستقبل. هو كل التعليمات اللي وصلتني ممنوع بيع الحر، ممنوع بيع الحر كل بطايق فقط. المشكله بنواجهها مع الزبائن الصبح، مثلا واحد جاي عايز ثلاث تريفه اربع تريفه يفطر كده معهوش بطاقه، اضطر ما يبيعلوش، تعليمات جايه من بره ان ممنوع بيع الحر. هي دي المشكله اللي بواجهها في منظومه الجهاز، لسه مش عارف هي هتبان النهارده او بكره او بعد. محمد عبد المؤمن مشرف على مركز اداره التمويل الدولي. منظومه الخبز الجديده ما فيهاش اي ما فيهاش اي مشاكل، هي نفس المنظومه اللي بيختلف بس ان دي اللي كان بياخده من المطعم كان بياخده من الدوله بلاش، دلوقتي بيدفع حق الدين. المنظومه الجديده وفي نفس الوقت مريحه للناس كلها، لكل اللي معاه بطايق. كان اول بيتباع عيش حر بره من المخبز، برضه منعنا الموضوع دوت، عايزين نحط بيع الدين في المخابز. فبنعمل ايه؟ بنضطر ان احنا نعرف اشتغل كام شكاره في اليوم، وعلى هذا النمط بيبتدي المطحن يديله اللي هو اشتغله تاني يوم. يعني اشتغل 10 شكاير 20 شكاره 30 شكاره على حسب ما اشتغل بيجي له تاني يوم. الاول كانت العمليه سايبه شويه، ما كانش ايه يعني ما كناش عارفين بالظبط بيشتغل 10 شوارع 20 شوارع 30 شوارع. كان بيبيع اللي هو العيش اللي هو الحر، طبعا منعنا العيش الحر والكلام ده كله، بقينا نشتغل فيه على الدعم فقط عشان المواطن ياخد حقه. الناس اللي معهاش بطاقه بيضطروا يعملوا بطاقه. سياده الوزير نزل قرار الناس اللي هي الاعمال الحره اللي هي مرتبه 800 جنيه، القطاع العام والخاص مرتبه 1200 جنيه، الحكومه 1500 جنيه. بيروح مكتب التموين بيقدم الاوراق الخاصه بيه، والاوراق ومكتب التموين من سياده الوزير قال من اول شهر 8 هتبتدي تطبق المنظومه دي. ان شاء الله السيستم هيفتح في المكاتب والناس هتبتدي تطلع البطاقه بتاعتها بدون اي مشاكل. قدم الورق بتاعه على حسب الطلبات، شوف المكتب هيطلب ايه وبيتقدم الحاجات دي وبيطلع له البطاقه بتاعته. تطلع خلال مده قد ايه؟ دي بقى على حسب النظام السيستم، يعني في ممكن تطلع 15 يوم، ممكن على 12، على حسب المكنه بتشتغل. يعني هو بقى المواطن اللي مش عامل بطاقه هيقعد من غير عيش المده دي؟ والله حضرتك هو الكلام الوزير اللي قاله كده، يعني مفيش بيعمل، لكن في عيش طبعا بره، في مخابز بتعمل عيش بره، طباخ كده بيشتري من بره. سياده الوزير منزل قرار من اول 1/8 تبتدي تطبق المطلوب. امال ليه ما في مخابز ما عندهاش علم بالطبيعه؟ لا ازاي الكلام ده؟ ده على مستوى الجمهوريه. سياده الوزير لما بقول حاجه بتنزل على مستوى الجمهوريه كلها. خمس ترغيفه زي ما هو، ما فيهوش اي تعديل. الفرد خمس ترغيفه. يعني اربع افراد بياخدوا بجنيه. الدوله عامله دعم للمواطن بخمس قروش. لكن هو سعر الرغيف بيكلف 35 قرش. بالنسبه للمخزن للفرن بياخد على الرغيف 28 قرش ونص. هي الاسعار هي هي بيديني انا نفر بيديني كل 3 ايام 15 رغيف بس، انا عايزه ازود باخد 4 بالجنيه.